السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا يا جماعه، بيجي سؤال على طول بعد ما افوز في الهجره العشوائيه، هل هستطيع ان انا اشتغل؟ وبعد ما اشتغل هل هستطيع ان انا ادخر اموال ويعني الامور تبقى ماشيه وكده؟ طبعا السؤال ده بيجي كتير جدا جدا على المنتدى في اليوتيوب، او بيجي دايما في التعليقات على اي فيديو بعمله. وطبعا بمناسبه قدوم موعد الهجرة العشوائية يوم 17 ان شاء الله بعد 4 ايام باذن الله، حبينا نعمل الفيديو السريع ده بحيث نقول لكم اللي صاير هنا او الوضع الحالي هنا في امريكا من ناحية ايه؟ من ناحية الشغل ومن ناحية الفلوس او ادخار الفلوس او ما شابه. انت هنا في امريكا عشان تقدر تعمل فلوس لازم تحقق 4 شروط، وبعد ما تحقق ال4 شروط دول هنروح للجزء الثاني من الفيديو نشوف بقى هتشتغل بكام وهتصرف كام وهتقدر تدخر كل شهر كام بالظبط. طيب، اول شرط من ضمن الشروط ال4 شروط بتوع الادخار في امريكا ان انت تنزل في مكان رخيص او تنزل في ولاية رخيصة. حتى الولايات الرخيصة بيكون فيها احيانا بعض المدن الغالية، لا، اهم شيء ان انت تكون نازل في مكان رخيص شويه، يكون الايجارات فيه رخيصه، يكون الضرايب فيه رخيصه، تكون اسعار السلع والمنتجات والخدمات رخيصه. فعلى هذا الاساس ايه، ما يعني ما تستنزفش ماديا، وكل قرش او كل مبلغ تشتغل بيه وتدفعه في الرنت والغلا ياخد منك كل شيء. ايه الاماكن الرخيصه في امريكا؟ خدها كده معايا، امسك ورقه وقلم. عندك اوهايو، عندك بنسلفانيا، عندك جورجيا، عندك الاباما، عندك تينيسي، عندك انديانا، عندك ميشيغان، عندك فيرجينيا. كل الولايات دي يا جماعه رخيصه شويه، وارخص من الولايات اللي هي زي نيويورك، زي نيو جيرسي، زي كاليفورنيا، زي الينوي اللي هي طبعا عاصمتها او العاصمه الثقافيه والتجاريه فيها شيكاغو. الاماكن دي غاليه شويه يا جماعه، لا تصلح انها تستقبل مهاجر جديد. طبعا فيها شغل وفيها اعمال وتشتغل فيها بسرعه، ولكن الغلا ضارب في كل شيء وماسك في كل شيء. فلما انت تشتغل في مكان زي كده، كل مبلغ او كل فلوس هتشتغل بيها وتفتكر انها بتاعتك، هتلاقي نفسك اول الشهر بايه؟ بتدفعها في الفواتير والالتزامات اللي عليك. تاني شرط من شروط الادخار في امريكا هو ان انت تدور على فول تايم جوب. ما ينفعش تشتغل في وظيفه بدوام جزئي تتدلع، تشتغل 20 ساعه، تشتغل 25 ساعه، 30 ساعه، حتى 40 ساعه كبدايه، ما ينفعوش. انت لازم في اول 3 4 سنين بتشد حيلك كده وتشتغل لك ايه 50 60 ساعه، ده ايه ده يعني اقل القليل او بالميت خالص. لو تعرف تزود عن كده يبقى خير وبركه، تشتغل 60 70. ده يا جماعه مش هيبقى على طول كده، ده بيبقى بس في اول ايه كام سنه، سنتين ثلاثه اربعه، انت وايه، انت وقدرتك، وحسب طبعا المكان اللي انت فيه وحسب الشغل اللي انت فيه وحسب برضو صحتك وامكانياتك، لان طبعا قدرات الناس بتختلف ايه من بعضها. فلازم ان انت تدور على وظيفه وشغل يدوك فول تايم ويدوك كمان اوفر تايم، فاهم علي ازاي؟ تدور على مكان بيزي، مكان يكون دايما طالبين ناس تشتغل، يكونوا دايما بيدوا ساعات كفايه للناس اللي بتيجي. وانا عملت فيديو من اكتر من 4 شهور عن 10 وظائف اي مهاجر بيجي في امريكا هنا بيشتغلهم على طول، وايه 99% هيشتغل في الشغلانه منهم اول ما هيجي. ده لو هو عايز يشتغل، انما لو عايز يتدلع او كده، الدلع موجود والشغل موجود، انت ايه بتختار ايه؟ بتختار اللي انت عايزه. فتشتغل في مكان يديك اوفر تايم وفول تايم جوب، ما ينفعش تشتغل بار تايم جوب. طيب، ثالث شرط عشان تعرف تدخر فلوس في امريكا ان انت من اول ما تيجي كده عود نفسك ان انت ما تشتريش حاجه انت مش معاك ثمنها. لازم اي حاجه تشتريها يكون معاك ايه؟ يكون معاك الكاش بتاعها. ما ينفعش تشتري حاجه بيمنت، حاجه قسط، حاجه انت مش معاك فلوسها. هتلاقي نفسك بتشتغل بعد كده على اساس انت تسد ايه؟ تسد الحاجات اللي عليك وتسد الالتزامات اللي عليك وتسد الكريدت كارد، تسد الكار بيمنت، تسد الفواتير بتاعتك، تسد الاقساط اللي عليك. ده في ناس بتجيب عفش هنا، بس يعني لسه ايه؟ لسه هنيجي في ايه؟ في نهايه الفيديو. ورابع شرط عشان تعرف تدخل هنا في امريكا ان انت تكون ايه؟ مشترك في قناه احمد سويلم، ودايس على الجرس، ودايس على كلمه الكل، عشان يجي لك دايما ابديت ويجي لك دايما كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها من جوه امريكا. فما ينفعش انت تدخر في امريكا وانت مش مشترك في القناه ومش دايس على ايه؟ على اللايك. فانزل بسرعه، دوس على اللايك بسرعه. طيب، هتحوش بقى كام في امريكا؟ همسكها معاك واحده واحده وهنشوف هتجيب كام كافريج وهتكون مصاريفك كام. طيب، لو افترضنا ان انت
اشتغلت في امازون. الشغل فيه بسهوله جدا جدا، تقدم ابلكيشن وتنزل تشتغل على طول تاني يوم بعد طبعا ما يكون معاك ورقك، يعني تاني يوم على طول تنزل تمسك شغل. اقل ساعه في امازون النهارده ب $15، وسمعت كمان انها وصلت 17 و18 حاليا بعد ايه ازمه الكوفيد 19، على اساس ان هم يشجعوا الناس انها تشتغل وايه وما تسيبش شغلها وتعتمد على الان امبلويمنت، يعني ايه يشتغل بدل ايه بدل ما تعتمد على البطاله. فزودوا سعر الساعه من 15 ل 17 او 18 على حسب ما سمعت. لو في ناس شغاله في امازون يا جماعه اكدوا لي في التعليقات. لو اشتغلت في امازون اخدت لك مثلا 60 ساعه شغل في امازون كل اسبوع. 60 ساعه رقم عادي يا اخوانا، 60 ساعه دول انت بتتكلم لو 10 ساعات في 6 ايام خلاص كده ايه ادي 60 ساعه، و10 ساعات لسه معاك 14 ساعه، لسه معاك يعني وقت ترتاح فيه وتنام فيه، تكلم اهلك، تروح تجيب طلبات، تاكل، تشرب، يعني تتفسح، تغسل هدومك، يعني 10 ساعات في اليوم ده شيء عادي هنا في امريكا يعني. فلو اشتغلت لك 60 ساعه، لو افترضنا ان الساعه المينيمم $15 في الساعه، اول 40 ساعه اضربهم في $15 هيطلع لك $600. طب انت عامل اوفر تايم 20 ساعه لان انت اشتغلت 60، ال 20 دول مش هتضربهم بقى في 15 سعر الساعه، لا هتضربهم في 22.5، لان الساعه بعد ال 40 ساعه بتبقى الساعه تكلفتها ساعه ونص مش ساعه، فالساعه من 15 هتبقى كام؟ هتبقى 22.5. اضرب ال 22.5 في كام؟ في ال 20 بتوع الاوفر تايم، هيطلع لك $450 مع ال 600 الاولانيين اللي هم $15 في 40 ساعه، يعني انت بتعمل $1050 في الاسبوع يا معلم. طيب لما تعمل $1050 في الاسبوع هل هتاخدهم صافي في البي تشيك او يعني هيروحوا دايركت ديبوزيت على حساب البنك على طول؟ لا، بيتخصم منهم في حدود $150 او $200، قول $150 اللي هم التاكس او الضرايب، وعلى حسب طبعا حالتك الاجتماعيه، لما تكون جاي ومعاك اسره غير لما تكون جاي ايه جاي عازب، بتختلف النسبه اللي الحكومه بتخصمها او الاي ار اس بيخصمها من البي تشيك بتاعك. طيب لو افترضنا ان انت هتعمل $900 في الاسبوع، اضرب في اربع اسابيع هتعمل لك $3600 في الشهر. ده رقم عادي جدا هنا يا اخوانا، حسب ما انا شفت وحسب ما احنا جينا الرقم ده عادي ما فيهوش اي مشكله خالص، ناس كتير جدا بتعمله ما فيهوش اي مشكله. وزي ما حسبت لك دي شغلانه امازون، لا هي شغلانه عاليه ولا شغلانه قويه ولا شغلانه محتاجه خبره ولا محتاجه شهاده ولا هيقول لك انت خريج ايه ولا وريني شهادتك ولا كلام من ده. الشغلانه دي محتاجه بس ان يكون واحد معاه ورق فقط، من غير ايه من غير اي مشاكل خالص بتقدر تمسك ايه تمسك شغل. هتعمل لك كام؟ $3600. ده الانكم بتاعك. انت بقى هتصرف كام في الشهر؟ طبعا كل بني ادم بيفرق عن التاني، في واحد مبذر جيبه مخروم، واحد تاني بيبقى لامم على نفسه، في واحد تاني بياكل كل يوم في مطاعم، واحد تاني يقولك لا انا عايز اطبخ في البيت واكل ايه اكل نظيف، ولو اكلت في مطعم ولا حاجه مش مشكله، ولكن مثلا يبقى مره مثلا في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، لكن مش كل يوم هاكل في مطاعم، لان اكل المطاعم بيكون ايه بيكون مكلف. انما الاكل العادي اللي انت بتشتريه، يعني الاكل اللي انت بتشتريه عشان تطبخه، بيكون تكلفته رخيصه يعني. وحسب برضه المنطقة اللي انت هتسكن فيها، هتسكن في شقة، هتسكن في بيت، هتسكن في شقة مثلا حديثة ولا شقة نص نص مثلا معمولة بقالها 40 سنة مثلا، ولا شقة بقالها 10 سنين وفيها صالة جيم جنبها وفيها حمام سباحة وفيها خدمات كبيرة. هتبقى الشقة دي مثلا لو هنا في كليفلاند هنا هتبقى الشقة دي عاملة مثلا $800 مثلا، انما لو شقة مثلا عادية هتبقى عاملة في حدود $500 $550، ما تعديش كده خالص. فعلى حسب بقى ايه الشقة اللي انت هتقعد فيها، حسب الرنت اللي هيكون مفروض عليك تدفعه ايه اول كل شهر. هتكون برضو محتاج مصاريف ان انت تجيب اكل وعشان تطبخ في البيت وتفطر وتتعشى في البيت، محتاج لك مثلا لو انت لوحدك او معاك حتى زوجة محتاج لك في حدود $100 بس في الاسبوع، يمكن دلوقتي يزيدوا شوية على سن الحاجة غليت شوية خلال الايه الكام شهر اللي فاتوا هنا، وفي حالة من التضخم موجودة خلال الست سبع شهور اللي فاتوا، ولكن الافريج ممكن يكون ايه $100. فكده بتتكلم $100 في الاسبوع، هتعمل لك $400 في الشهر ايه اكل وشرب، يزيدوا او يقلوا على حسب طبعا استهلاكك وكده. وطبعا بيكونوا ايه احسن اكل، ويعني احسن لحمه ودجاج وسمك وزبادي ولبن وكل شيء انت نفسك فيه هتجيبه بالايه $100 دي في الاسبوع او $400 في الشهر، مع لو قلنا اخدت شقه بمتوسط $500 يبقى انت كده ايه $900 بتصرفهم كل شهر، بند الايجار وبند الايه الاكل والشرب. كمان هتدفع الفواتير، بيبقى عليك فاتوره نت وعليك فاتوره كهرباء، وبعض الشقق بيكون فيها فاتوره جاز، فعلى حسب يعني في شقق بتدفع لها جاز وشقق تانية ما بتدفعش الجاز بتاعها.
انما الميه بتكون على حساب صاحب الشقه، يعني صاحب الشقه المالك الاونر هو اللي بيدفع فواتير الايه الميه اللي موجوده على الشقه بتاعته اللي هو مأجرها. فانت هتدفع فاتوره نت هتبقى في حدود $50، وفاتوره كهرباء هتبقى في حدود $50 برده، مش هتزيد عن كده. ادي كده بتتكلم $100، وعلى حسب لو هتدفع جاز ولا لا، بس الجاز عموما بيبقى سعره رخيص $20 او $30، فبتتكلم في حوالي فواتير $120 بالاضافه لايه لل 900. يبقى كده وصلنا ال 900 اللي هم ال 500 شقه و 400 اكل وشرب، يبقى كده احنا وصلنا في حدود ايه ال 1000 مثلا ولا الايه ال 1020. طيب هيكون عندك فاتوره التليفون ليك في حدود $30. انا فاتوره التليفون بتاعتي يعني كانت $25 من فتره، بس زودتها خليتها دلوقتي يعتبر ب 40 او ب 42 انليميتد، يعني نت مفتوح، مكالمات مفتوحه، رسائل مفتوحه ب $42 تقريبا. فعلى حسب، لو انت لوحدك هتدفع $40، لو انت ومعاك زوجتك هتدفع $80، ويبقى النت انليميتد طول ما انت في الشارع او طول ما انت بره، لو بتطلع او عندك قناه يوتيوب ولا حاجه وعندك ناس وراك بيشوفوك لازم يكون معاك نت مفتوح على اساس ان انت يعني تعرف تطلع بس مباشر في اي مكان او كده، او مكالمات مع الناس او تشوف فيديوهات او كده وانت ايه وانت بره البيت. فانت كده بتتكلم برضو ايه فاتوره ايه تليفون $50. لو جبت عربيه هيكون عندك فاتوره انشورنس برضو بتدفع كل شهر. طبعا لما تكون لسه جاي جديد هتدفع انشورنس عالي. انا لما كنت لسه جاي كنت بدفع $116 على عربيه واحده، دلوقتي انا بدفع حوالي $40 على عربيتين. فطول ما انت الريكورد بتاعك كلين الانشورنس ده بيقل، فهيكون عليك مثلا فاتوره انشورنس. طبعا بيبقى على حسب سنك، على حسب سنك وايه وعلى حسب الرخصه يعني هتجيب عربيه اول ما تيجي ولا هتستنى شويه ولا كده. فيعني قول هتبقى مثلا $100 ايه انشورنس، بس ده بيبقى اول 6 شهور بس. بعد سنه هتلاقي الايه $100 دول هتلاقيهم نزلوا مثلا ل 80 او 70، بعد سنه هتلاقيهم نزلوا ل 60، بعد سنه هتلاقيهم نزلوا ل 40، بعد سنه كمان يعني بعد 6 سنين 7 سنين لو معاك عربيه واحده هتدفع لها انشورنس حوالي 20. انا بقول لك بدفع على عربيتين $40، فيعني ولا حاجه يعني. فانت بتتكلم في حوالي مصاريف هتكون عليك $1100 $1200، هي دي المصاريف اللي عليك. من قلب كام؟ من قلب $3600 بتعملهم في شغلك عن طريق امازون. شيل ال 1200 من ال 3600 هيطلع لك تحوش كل شهر $2400. يعني بتتكلم في السنه، قول يا عم عشان لو خرجت خروجه ولا اكلت 3 4 مرات في مطاعم ولا حاجه هتعمل $2000 بس في الشهر تحويش او صافي ادخار. ال $2000 دول هيكونوا في السنه قد ايه؟ هيكونوا في السنه $24000. في حاجه تانية بعض الناس ما بتقولش عليها هنا، في حاجه اسمها تاكس ريفاند هنا في امريكا الناس بتعمله. الناس اللي بيكون عندها عيال والعيال دول يكونوا هنا في امريكا ما يكونوش بره في ايه في مصر او في بلدك الام، وتكون متجوز ومعاك عيالك موجودين معاك، بتعمل حاجه اسمها تاكس ريفاند. لو معاك عيل او اتنين التاكس اللي انت دفعته ال $100 اللي انت دفعتها من البيت شيك اول ما جيت واشتغلت دي بتاخدها بعد كده اخر السنه في شهر واحد من كل سنه، من شهر واحد لشهر ابريل موسم التاكس ايه بيتفتح في الفتره دي. هتاخد لك لو معاك عيالين ممكن تاخد لك في حدود $8000 او $10000 تاكس ريفاند، بالاضافه لكام؟ لل $24000 اللي انت عاملهم بالميت على ال 10 بتوع التاكس ريفاند بتعمل لك $34000 في السنه. هل كل الناس بتعمل كده؟ مش كل الناس طبعا بتعمل كده، في ناس بتعمل اكتر بتعمل 40 50، وفي ناس تانية بتعمل اقل من كده. بتشتغل 20 ساعه في الاسبوع 25 ساعه في الاسبوع، في ناس بتعمل مبالغ كبيره ولكن قاعده في ولايات غاليه زي نيويورك ونيوجيرسي ما تقدرش انها تعمل المبالغ دي. بتعمل المبالغ دي لكن ايه اول باول المبالغ دي بتتصرف ويستنى بقى التاكس ريفاند بتاع اول كل سنه على اساس بقى ايه يعني يعرف ايه يجدد حاجه، يعرف يغير عربيه، يعرف مثلا يعني يبني حاجه او يجيب حاجه في مصر، يعرف يروح مصر اجازه هو واسرته كده. لكن هو بيكون قاعد مستني او قاعد نايم على الايه على المبلغ اللي بيجي له اول ايه اول كل سنه اللي هو من شهر يناير لشهر ايه لشهر ابريل. فطبعا يا جماعه قدرات الناس بتختلف، في ناس بتعمل وفي ناس ما بتعملش، في ناس بتكون يعني بيبقى عندها الى حد ما تناكه شويه، ممكن يكون بيعمل 50000 في السنه او 40000 في السنه بس يروح يقعد في وسط ناس وفي وسط حي ويقعد في بيت بمصاريف بخدمات بتاكس بتاع ناس عايشين مثلا بالدخل بتاعهم 100000 او 150000. فده هو بيعمل مبلغ كويس بس لانه قاعد في مكان غالي، فالناس اللي عايشين في القلب المكان ده بيعملوا 100000 و150000، فهو بيكون جنبهم عايش كويس. لكن لو جيت عصرته كده وغربلته كده ما تطلعش من ايه من وراه $5000 6000 بعد ايه بعد 20 30 سنه عايشهم هنا في امريكا. فده اللي تلاقيه بيطلع يقول لك ايه امريكا مش بلد ادخار، امريكا مش بلد تحويش، امريكا مش بلد هجره. امريكا طبعا بلد هجره،
وفي نفس الوقت بلد ادخار وبلد تحويش وبلد بناء مستقبل، وبتبني مستقبل هنا وبتبني مستقبل كمان في بلدك الام، بتعمل هنا وبتعمل في بتكون عربيتك بتكون كويسه هنا وعندك عربيه برضو في بلدك على اساس لما تنزل اجازه. يعني في ناس مظبطين حالهم هنا ومظبطين ايه حالهم في بلادهم، انما طبعا في ناس برضو تعبانه. يعني قدرات الناس يا جماعه ايه بتختلف من بعضها لبعضها، لكن في ناس هنا تشيل الشعره منهم تلاقي ايه تحتها دولار، تشيل شعره من فوق تلاقي تحتها دولار، شعره من تحت تلاقي تحتها دولار، شعره من ايديه تلاقي تحتها دولار. في ناس كده، وفي ناس حالتها الماديه تعبانه، وزي ما قلت لكم لو عصرته ما تطلعش منه 5-6 آلاف دولار بعد 20-30 سنه عايشهم في امريكا مش عارف كان بيعمل فيهم ايه. وطبعا يعني يدي للناس طاقه سلبيه ويحبط الناس ويقول للناس كلام مش حقيقي، او يعني مش كلام مش حقيقي، هو بيحكي تجربته. يعني تجربته في ايه؟ في قله الادخار معايا. يعني اللي يكسب في الهجره العشوائيه يا جماعه بيكون ان شاء الله مستقبله بيكون كويس هنا في امريكا وبيجي على خير ان شاء الله. في فيديوهات سابها لكم يمين وشمال، بصوا عليها من فضلكم، واللي مش مشترك في القناه يشترك فيها وتدوس برضو على الجرس عشان يجي لك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي احنا بنعملها من جوه امريكا، وتدوس برضو على اللايك قبل ما تقفل، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.